الله معكم. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا فصل 1 من آية 39 إلى 45. قال لوقا البشير: في تلك الأيام، أي بعد البشارة بيسوع، قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. ولما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فها منذ وقع صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. كلام الرب. أخوتي، نحن مندخل بأسبوع جديد بزمن المجيء والتحضير لتجسد الرب يسوع. عندنا هالأسبوع زيارة مريم إلى إليصابات، وسلسلة لقاءات كل هالأسبوع من التنين حتى السبت، من بعد ما تقول نشيدة مريم عندنا سلسلة لقاءات. بيلتقى يسوع بأشخاص بيغير لهم حياتهم وبيخدهم معه إلى الفرح وإلى الحياة. اليوم عندنا أول لقاء بين مريم وإليصابات، وبين يسوع ويوحنا بأحشاء إليصابات. لقاء هالامرأتين بالأول وهالطفلين بحد ذاته هو كأني بلقاء العهد القديم بالعهد الجديد. كل واحد فينا عنده عهد قديم وعنده عهد جديد وعنده عبور، جئت لأكمل لا لأنقض. وكأن لوحة كاملة بدها تكتمل بشخص إليصابات وبأحشاء يوحنا آخر نبي، وشخص مريم أول كنيسة أول مؤمنة، وبأحشاء المخلص ابن الله الكلمة الأزلي يسوع. أول نقطة نتأمل فيها بهالسفر، بهالخروج، من بعد ما أخذت البشارة مريم تخرج، وعند لوقا تنطلق الكلمة، تتنقل من بعد ما خرج الكلمة الأزلي يسوع من حضن الآب وإجا لعنا إلى أحشاء مريم. بده يبلش مع مريم يخرج إلى الساحات، يخرج إلى الضواحي، يزور الناس، يوصل حتى أقاصي الأرض مثل ما بيقلنا لوقا بأعمال الرسل، إلى روما. كانوا يسموها أقاصي الأرض بالرسالة أعمال الرسل يلي كمان كاتبوا الإنجيل لوقا. حلوة هالكلمة الأزلي الحامل معه الحياة والخلاص، تحمله مريم الكنيسة الأولى وتعطينا إياه حتى نحن كمان بدورنا نحمله للآخرين. وكل هالعملية بقيادة الروح القدس عند القديس لوقا. أيضا مع هالحركة والرسالة والخروج، الروح هو دايما على الأشخاص، بقلب الأشخاص، هو يقود الأشخاص ويعمل بالأشخاص. ولكن هالروح إذن يحتاج إلى بشر بيحملوه، بيقبلوه، بيتنقلوا فيه، وبيخدموا وبيزرعوا الرجاء والفرح بالعالم. لقاء بحد ذاته مع شخص حامل الله وواعي على عطية الروح القدس، مثل ما قلنا مريم العذراء ممتلئة من الروح، طائعة للآب وحاملة الكلمة. هالثالوث كله معها. مريم أول كنيسة: ما إن وصل صوت سلامك إلى أذني حتى ارتقد الجنين ابتهاجا. كل حياة إنسانية، كل طفل، كل شخص يلتقي حقا بحدا حامل الرب يسوع بده يبتهج، بده يفرح. من هيك نحن على مثال مريم وعلى خطى مريم وبدعوة من مريم
مدعوين نحمل المسيح لبعضنا البعض. هيدا الفرح كله بده يجي من قلب يسوع ابن الله يلي حملنا الحب وحنان الآب. أليصابات بتلخص هالحدث كله بكلماتها: من أين لي أن تأتي إلي أم ربي؟ أم الله مريم حاملة الله، وبنفس الوقت اللي حملته هو الرب، هو السيد، هو المخلص، هو الحياة. منا قصة بركة إلهية بس مريم عم بتفوت وعم تعطي بركة، ولكن مريم مؤمنة مثل ما بيقلنا القديس أغسطينوس: حبلت مريم بالإيمان قبل أن تحبل بالجسد. والرب يسوع هلأ عم بيفتش على أشخاص فعلا بيأمنوا فيه، بيفتحوا قلبهم وبيحملوه حتى يغير لهم حياتهم، يعطيهم هالأمومة الإيمانية. مريم مؤمنة: طوبى للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. نيالك يا مريم لأنه آمنتي، اتجاوبتي، فتحتي قلبك. السما كلها بمريم. ما نفكر حواليا ما رح يكون في صعوبات اجتماعية وزمنية وأمراض، الدنيا سودة رح منشوفها على كل بكرة بعشية الميلاد، احتلال روماني ومشاكل وحروب مثل زمننا هلأ، ولكن مريم بنفس الوقت حاملة الفرح لأنه مجرد يسوع بأحشائها هي إنسانة حاملة الدنيا كلها. نحن كمان إخوتي بالرغم من كل السواد اللي حوالينا بهالزمن مدعوين نرجع نتذكر أنه نحن حاملي الله، نحن معمدين، نحن على صورة الله. مريم الطائعة المتنقلة التي تخدم للرسالة، تعطي حياتها، بتعلمنا حقا أنه نحن كمان نفرح بالرب يسوع، نرجع نمتلي منه، نتشبع منه، حتى نحمله كمان للآخرين بالرغم من كل الضبابية والسواد. بكرة رح نتأمل بهالتسبيح والنشيد اللي رح تقوله مريم: تعظم نفسي الرب. تكملي لهالعمل، عمل الله الدائم بحياتها، مع كل الصلبان وكل الضيق رح تضل تسبح الله. يا رب نحن منطلب شفاعة مريم تتعطينا نوعة على أنك ساكن فينا، نوعة أنه أنت عم تعطينا ملء الحياة والنور والحق. وعلى مثال مريم وبشفاعتها نحملك لوطننا، لعالمنا، لكنيستنا يلي بأمس الحاجة للخلاص، للبشرى السارة. إلك المجد للأبد. آمين.